بنرحب بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ. الحقيقه يمكن كنا بنتكلم في بدايه البرنامج مع حضراتكم عن التقدم التكنولوجي دلوقتي، يعني قضيه مهمه جدا خاصه بعد جائحه كورونا. يعني بقينا انتبهنا اكتر لمدى تعلقنا بالتكنولوجيا ومدى اهميه التكنولوجيا، بالرغم من ان هي بتسهل فعلا حاجات كتير جدا في حياتنا، لكن كمان في جوانب اخرى للتقدم التكنولوجي. بقى في اقتصاد متعلق اصلا بالتكنولوجيا وبالاتصالات، اقتصاد كبير وضخم كمان. شفنا خلال وقت لما بس فيسبوك يمكن وقع لفتره وجيزة 6 ساعات، شفنا مدى الضرر اللي وقع على الاقتصاد العالمي. الحقيقة كمان في جزء آخر، وإنه إحنا معلوماتنا الشخصية دلوقتي بقت على كل مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، وشايفين دلوقتي إنه في معلومات كتير جدا. التقدم التكنولوجي زي ما ليه كمان مزايا أكيد ليه سلبيات، ويمكن فكرة الأمن التكنولوجي هي كمان فكرة مهمة جدا، وهي مثار الحقيقة مناقشات وأفكار في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، عشان نتكلم أكتر عن التقدم التكنولوجي وأيضا كيفية الحفاظ على الأمن الإلكتروني. معنا دكتورة يمنى علي، أستاذ الأمن الإلكتروني في الكلية الحربية الألمانية بجامعة ميونخ. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب دكتور يمنى، احنا نتكلم عن التقدم التكنولوجي ما بين طموحات وما بين رؤى إيجابية جدا تجاه التقدم التكنولوجي، وبين خوف كمان من فكرة تأمين البيانات وفكرة الأمن التكنولوجي. رؤية حضرتك مظبوط يا فندم، حضرتك زي ما قلتي في خلال السنتين اللي فاتوا التكنولوجيا اتسرعت جدا جدا جدا، وتطور فيها كان فوق ما احنا كنا نتخيل. حتى الناس اللي شغاله في البحث العلمي في التكنولوجي، في حاجات كانت مكناش متخيلين انها تبقى موجوده دلوقتي، عشان الكورونا كانت لازم تبقى موجوده دلوقتي. وهيك زي ما قلتي التمن كان شوية في الخصوصية والمعلومات والحماية المعلومات. فاللي احنا بنعمله دلوقتي هو في جزئين للحماية، في اللي بيعمل لنا الخدمة، الناس اللي بتدي السيرفيس بتاعت الديتا، دول عليهم زي شروط وإرشادات ان هم يعملوا حاجة مطابقة للمواصفات الأمنية. وفي جزء مهم جدا 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 هو المستخدم، يعني انا ما ينفعش ابقى سايبه حاجتي في الشارع واقول الحاجه ضاعت، فانا كمستخدم انا مفروض كمان احافظ على الحاجه. فده اللي احنا مركزين عليه، ازاي اركز على المستخدم ان هو يعرف ايه المعلومات بتاعته فين، ايه المعلومه المهمه ان هو ما يقولهاش لحد. زي مثلا اللي حصل من قريب، ان في ناس عملت ان هم من البنك واتكلموا واخدوا معلومات البنك، هو بالنسبه له رقم البطاقه هيعمل بيه ايه، اسمي هيعمل بيه ايه، بس المعلومات دي هي زي مفتاح ان هو يخش بيه على السيستم بتاعه. طيب كان في ورشه عمل مهمه جدا بتتكلم عن مستقبل التكنولوجيا ما بعد الجائحه، حضرتك كنت حضراها، فعايزين نعرف ايه اللي تم خلال هذه الورشه وكم الاستفاده كمان من جانب الحضور. كان في تفاعل كبير بين الناس، وكان في جنسيات مختلفه وثقافات مختلفه. مظبوط، وانا كنت بدير الورشه، وكان جالي شرف ان انا كمان ابقى متحدثه في الورشه دي. احنا الورشه دي كنا عايزين نتواصل مع الشباب ونسمع الافكار اللي عندهم. فاللي احنا عملناه كنا عايزين نعمل زي نديهم او نهيئهم ان من ناس مختلفه. احنا كنا 4 متحدثين من افكار مختلفه، كان عندنا حد بيتكلم على قد ايه ان السنسورز والحاجات الذكيه بقت في كل حته، وكان عندنا حد بيتكلم عن الذكاء الصناعي وازاي بقى موجود في كل حته. انا وريتهم ان التكنولوجيا كانت مثلا بتستعمل في حاجات خاصه بقى دلوقتي في كل حاجه في حياتنا. وكان عندنا طبعا حد بيتكلم على السايبر سيكيورتي او الامن الالكتروني. واحنا كنا حابين نسمع من الشباب، ما كناش عايزين، مش محاضره، هي صحيح. ورشه عمل. فكان اهم حاجه بالنسبه لنا ان نخليهم زي ما حضرتك قلت يتفاعلوا معانا، ونسمع منهم ايه الافكار اللي عندهم، ونسمع منهم ايه المشاكل اللي هم بيواجهوها في حياتهم، في الشغل، في بلدهم، لان حاجه زي ما قلت احنا كان عندنا ناس من كل حته في العالم. وكنا قاصدين ان احنا نحط المصري مع اليوناني مع الالماني، عشان كل واحد عنده فكره بسبب ظروفه، بسبب عنده تجربه مختلفه. مظبوط، وان هو جاي من بلد مختلفه فيها نظام مختلف. وفي الاخر طلعنا بمجموعه توصيات ازاي المستقبل بتاع التكنولوجيا هيبقى عامل ازاي، وايه المشاكل اللي المفروض يعني نعمل حسابها، وايه الاوبورتونيتيز او ايه الفرص اللي انا ممكن استغلها لوجود التكنولوجيا. طيب دكتور يمنى،
عايز اسالك سؤال، يعني احنا بنتكلم عن دايما عن التقدم التكنولوجي وفكره الامن، امن البيانات وامن التكنولوجيا عامه. السؤال لحضرتك هو هل بالفعل يعني applicable doable زي ما بنقول، او ممكن يحصل فكره التامين التام للبيانات؟ هل ده ممكن يحصل ولا دايما بيكون في منفذ او دايما بيكون في سبب للليكج او تسريب للمعلومات؟ لا، ممكن يكون في امن تام، وطبعا ممكن يكون في ثغره دايما موجوده، بس عشان كده دايما حتى في الموبايل ابس بيحصل ابديتس او بيحصل تحديث. حاجه بالنسبه لك ما حسيتيش بحاجه، يعني لو مثلا فيسبوك ولا واتساب، هو فيسبوك هو واتساب، التحديث ده بيأمن حاجه اكتر. ودي اسبابها كتير قوي، مش شرط انها كان في مشكله، بس مثلا ال 5G والسرعه الجديده خلت حاجات ما كانتش موجوده زمان بقت موجوده دلوقتي. فدايما في تحديث في الاساليب الامنيه، واللي عملناه عندنا في المعهد البحثي بتاعنا انه دايما في حاجه مني انا كمستخدم، يعني زي مثلا انا ممكن ابعت لحضرتك لينك، لو حضرتك ما دوستيش اللينك ده حضرتك امنه. فده اللي احنا بنحاول نعمله، انه الحاجات مش هتتسحب لوحدها، دايما هيبقى في اكشن من ناحيتي، دايما هيبقى في فعل من ناحيتي اللي انا سمحت للاتاك دي انها تحصل. عظيم. دكتوره يمنى، انا الحقيقه متشوق اسمع مشاركات الشباب كانت عامله ازاي، وخصوصا الشباب المصري اللي كان مشارك في هذه الورشه، وكمان التوصيات اللي خرجتوا بيها وامكانيه تنفيذها كمان، لان ده مهم جدا. تمام. احنا الاشتراك كان مبهر او فوق مبهر، انا دي اول مره احضر المنتدى وان شاء الله ما تكونش اخر مره. لا فعلا لقيتي عندنا افكار، الشباب المصري عنده افكار جدا جدا جدا. وزي ما هقول لحضرتك، احنا مثلا كان في وقت احنا كانش عندنا يمكن الامكانيات الكفايه، ودلوقتي الحاجات دي بقت متوفره جدا، يعني المبادرات الواحد شايف فعلا النتيجه بتاعتها. فلا اكيد 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 رايحين في حته. انا مش عايزه احرق التوصيات عشان هي تتناقش النهارده الدور، مفيش مشكله، نستنى فندم ونتكلم عنها بكره ان شاء الله. بس هو في حاجات، انا بقالي 11 سنه في المانيا، انا عمري ما كنت فخوره بمصر قد دلوقتي. الحاجات فعلا تفرح، والحاجات فعلا اللي هو دول جابوها ازاي وبيربطوها بمشاكل حقيقيه. يعني ممكن احرق توصيه ان كان في شباب من اليو ان عايزين يعملوا تطبيق للامهات العاملات من المنازل، ان هو 30% من الامهات هي اللي بتعول البيت، وللاسف درجه التعليم مش شرط تكون عاليه، فهم بيشوفوا ازاي اخلي التكنولوجيا ممكن الناس اللي ما عندهاش تعليم قوي في التكنولوجيا برضو يقدروا يستعملوها في البيوت. فدي كانت يعني الواحد عمر ما يعني في طبعا بنربطها بالواقع، يعني مش الواقع محتاج ايه ونديله الفكره ونبتدي ننفذها طبعا. ودي كانت احلى حاجه في ان انت بتخلي التكنولوجيا فعلا تخدم الناس فعلا المحتاجه، تخدم المجتمع. مزبوط. طبعا اكيد. مزبوط. طيب دكتور يمنى، بشكل عام يعني مصر بتسعى دلوقتي لفكره التحول الرقمي، وانه يكون دايما في تطور تكنولوجي في كل قطاعات. الحقيقه عايز اعرف من حضرتك، حضرتك بتقولي عشتي 11 سنه في المانيا، شايفة دلوقتي رؤيتك إيه لمصر وخطوات مصر تجاه التقدم التكنولوجي؟ هي خطوات ثابتة، يعني أنا عجبني كمان إن هما مش قرروا فجأة يلا هنعمل كل حاجة مرة واحدة، لا بالعكس، هو في أجندة وفي خطة. فده يعني ده كده كده هيوصل لنجاح، يعني إن هما ما قرروش إنه هنعمل كل حاجة مرة واحدة، لا بالعكس، هو في خطة. واكتر حاجه عجباني واكتر حاجه انا مقدراها ان هم عاملين اشتراك للشباب، يعني الشباب موجودين، مش بس كان مثلا زمان كان في اللي هم الحكومات او الناس المؤسسات هم كانوا بياخدوا القرار، دلوقتي الشباب ليهم دور جامد جدا، لان هم فعلا هم عندهم نظره احنا كمان مش شايفينها. صحيح. يعني وعشان كده مركز الاصدارات الذكيه والمؤمنه تقريبا كل شغال فيه شباب. مظبوط مظبوط. وده كان حاجه مبهره، حتى كمان المديرين صغيرين، ف حاجة فعلا تفرح. طب خلال وجودك في ورشة العمل أو حتى خلال الجلسة، حسيتي لو هنتكلم على روح الشباب نفسها، حماسة الشباب نفسها، حسيتي تغيرت لأي مدى، تغيرت عن دلوقتي عن زمان أو عن فترة وجيزة؟ يعني لا، هو يعني تون الإحباط راح، وكمان ده أهم حاجة على فكرة. وانا كمان انا كنت محبطه لحد قريب. لا الموضوع فعلا انه لا في حاجه، وفي حاجه، ومش بس بنقول كده عشان الاعلام او بنقول كده عشان شكلنا قدام الناس، لا فعلا في حاجه بتحصل، وكمان عشان هم بقوا انفولفد او هم بقوا في القرارات، وبكلامهم مسموع وصوتهم مسموع. يعني حتى منتدى الشباب اصلا كان توصيه،
في مؤتمر الشباب. صحيح. يعني فان هم شايفين انا اللي بقوله بيتسمع وبيتعمل، انا ليا صوت، انا ليا راي، مش بس بيتاخد الراي ده ويتحط في صندوق المقترحات اللي محدش بيفتحه، لا صوتهم بيتسمع. فده يعني متحمسين جدا. يعني حتى لما كنا في الورشه كنت بقول لهم عايزين نعمل توصيات، فلقيت يعني كنت متخيله بقى ان انا هزقهم ويلا يا جماعه وفكروا، كميه التوصيات اللي جت حسيت كفايه. فطبعا زي ما حضرتك بتقولي الروح، لا الروح مختلفة جدا، وفي حماس لدرجة ان بتحمسك انت يعني. عظيم. طيب التكنولوجيا بشكل عام بعد كورونا مختلفة في العالم كله في كافة النواحي، يعني سواء هنتكلم عن الاشخاص بدأنا نستخدم التكنولوجيا بكثرة زي ما كانت جمانة بتتكلم، مسألة التسوق الإلكتروني، مسألة التعليم عن بعد، مسألة برضو كان في قطاع الصحة مهم جدا التطور التكنولوجي خلال الفترة اللي فاتت. لكن في جانب كمان مهم جدا وهو الرقمنة الحكومية. احنا بقالنا فترة بنتجه نحو الرقمنة الحكومية، شايف أهمية حاجة زي دي ازاي؟ وممكن الدول برا تبصلنا ازاي لما تشوف مصر دلوقتي خلاص يعني كلها فترة قريبة جدا وهتبطل بقى فكرة التعامل الورقي ده تماما، وهتبقى كل حاجة موجودة على السيستم وفي رقمنة لكل الخدمات اللي بتقدم من جانب المصالح الحكومية. دي حاجة خطيرة، يعني ان كل حاجة تقدر تعملها من البيت، ممكن تطلع من بطاقة من البيت، ممكن تجدد الرخصة من البيت. ليها طبعا ناحيتين، الناحية ان انت بتساعد على المستخدم ان هو يعمل كل حاجة لنفسه من البيت، حتى مثلا لكبار السن ما بقاش في حد لازم ينزل من البيت. كمان بتشيل من على الموظف ان هو يقابل الناس والجمهور ويتعامل معاه، فدي طبعا مستقبلها مهم جدا. وهقول لك على حاجة، ألمانيا ما فيهاش الحاجات دي، يعني ألمانيا لحد دلوقتي عشان طلع مثلا فيش والحاجات والمعاملات الحكومية انت محتاج تاخد معاد ومحتاج تروح تستنى. ف انا جددت بطاقتي اونلاين، وكنت بصراحة كان عندي شوية شك يعني، ولما البطاقة جت انبسطت جدا. ففي طبعا دي مهمة جدا، بس الأهم الحماية بتاعتها، لان حضرتك زي ما بتقول انت مش بتتعامل في ورق عادي، حضرتك بتتعامل في ورق حكومه، وورق ليه علاقه بالايدنتيتي بالهويه. فلو حد لو حصل مشكله في ده ممكن الناس تبقى عندها اكسس لبطاقتك لرخصتك، فهتبقى انت. فطبعا التحويل ده هتنقل البلد نقله تانية، بس برضو لازم نبقى مخليين بالنا التمن ايه، ويبقى فيه وعي للمستخدم، لان زي ما قلت حضرتك مش دايما بيبقى المشكله في السيستم. يعني احنا عندنا دايما يقول السيستم ده وحش، السيستم ده حصل فيه مشكله، لا هو السيستم ما حصلش فيه مشكله، هو حد استغل حاجه صغيره وانا كمستخدم سمحت بيها. يعني لما حد يقول ده حد عمل هاك للواتساب بتاعي، مش عشان الواتساب وحش، عشان انت جالك لينك وانت دوست على لينك انت مش عارف هو جاي منين. هيك فاهم قصدي ايه؟ فهو مش بس على الحكومه ومش بس على الناس اللي بتعمل اكيد السيستم. احنا كمان لينا دور طبعا. مظبوط طبعا. مزبوط. طيب دكتور، الجلسات والوركشوبس او ورش العمل عفوا دايما بيبقى فيه جنسيات مختلفه وثقافات وخلفيات مختلفه، وبيكون في نقاشات وحوارات كمان متبادله عشان نقدر نخرج بتوصيات، خلينا نقول توصيات تهم كل اللي كان حاضر او كل اللي كان مهتم بموضوع المتعلق بالورشه. سؤال حضرتك، انطباعات الحاضرين ان كان سبيكرز او ان كان حتى الشباب الموجودين من جنسيات مختلفه، انطباعاتهم وردود افعالهم كانت ايه حتى مشاركتهم؟ احنا الانطباع الحمد لله كل الناس مبسوطه، كل الناس فعلا شايفه الفرق، كل الناس شايفه التطور. احنا كنت انا وباشمهندس عماد الوحيدين المصريين في السبيكرز، كان معنا حد من كينيا وكان معنا حد من الصين، والناس كلها بتقول انه انا ما كنتش متخيل الموضوع هيبقى عامل كده. يعني حتى في ناس كتير قوي كانت جايه بس الورش عشان كانت معزومه في الورشه وكانت ماشيه بعديها، ناس كتير قوي مدت مده الاقامه بتاعتها، واظن احنا عاملين مشكله في الطيران دلوقتي. ان هم شافوا انه لا انا في فرق، انا لو وجودي ده هيفرق مع الناس، في ناس عندها استعداد انها تسمع، في ناس عندها استعداد انها تستفيد. فالانطباع كله فعلا يشرف ويفرح. وكمان بالنسبه للشباب، يعني انا قابلت ناس كتير وانا جايه في الطياره، الناس جايه من كل حته، فبقول لهم انتوا عرفتوا عننا منين اصلا؟ يعني الفورم ولا المنتدى انتوا سمعتوا عنه منين؟ فكل الناس يقول لك انا اعرف حد جه في 19 وانبسط قوي وقال لي لازم تروح، انا كنت موجود في اول فيرجن منه وكنت بحاول اقدم كل سنه عشان اجي وانبسطت جدا ان انا جيت تاني. فالواحد مبسوط ان المنتدى
بنقول عليه سستينبل، ما اعرفش الاستدامه، فكره ان هو مستمر ونجاحه مستمر، طلع بكواليتي عاليه جدا ومحافظ على الكواليتي دي. ده بقى يخلينا نسالك، زي ما انت بتقولي وانت جايه الناس كانت بتقول ان هم جم عن طريق اصحابهم، سمعوا ان كان في ناس جت شاركت، ده يخليني اقول لك ان انت بقيتي مسؤوله دلوقتي، لانك اول ما هتسافري من هنا يعني على سبيل المثال تجربه صغيره جدا، انت دلوقتي قلتي غيرت البطاقه بتاعتك في مفيش وقت وجات لك لحد البيت، اعتقد ان تجربه زي دي ممكن انت كمان تنقليها بره عشان تعرفي الناس مستوى التقدم التكنولوجي اللي مصر وصلت له، منتدى شباب العالم بيناقش ايه، فاعتقد ان كمان جيرانك اصدقائك هناك زمايلك في العمل اكيد بتتكلمي معاهم، فاعتقد مهم جدا كمان انك تعرفيهم وتتناقش معاهم في الحاجات دي، لانه ممكن كمان يكونوا ضيوف كمان ويشاركونا في النسخه اللي جايه ان شاء الله. هو احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها بلوج بوست على تجربتي في المنتدى الشباب. انا جالي الشرف ان انا كنت جالي الانفيتيشن او يعني الدعوه ان انا ابقى متحدثه ومديره الورشه، بس لما بعد تاني يوم بعت لمديري طيب احنا محتاجين نتكلم احنا محتاجين نتكلم، مصر بيحصل فيها كتير قوي، احنا محتاجين لازم نتكلم بالظبط. طب ايه الحاجه اللي حصلت اللي خلتك تقولي انا لازم اتكلم ولازم احكي عن تجربتي في منتدى شباب العالم؟ هو انا زي ما قلت لحضرتك دي اول مره ليا، فانا ما كانش عندي توقعات خالص، انا كنت متخيله انها تبقى وركشوب، ما كنتش متخيله الدايفرستي او الاختلاف بتاع الحضور، وما كنتش متخيله الكميه المجهود، وده طبعا يعني انا احب اشكر كل الناس من اول الناس اللي موجوده في المطار لحد حضراتكم لحد الناس اللي كانت بتورجنايز الوركشوبس، الناس فعلا شاطره جدا وعارفه هي بتعمل ايه، وزي ما كان حد بيقول انه الناس دي مش مستنيه اي حاجه، الناس دي فعلا صحيح بتساعد من قلبها مظبوط، وفي كل حاجه في كل حاجه في كل حاجه، فانا ده بهرني انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيره قوي. احنا الوركشوب دي مش الوركشوب، المنتدى هو بيوازي اكبر مؤتمر في التكنولوجيا عندنا، احنا في كونفرنس اسمه كاي سي اتش اي كمبيوتر هيومن انتراكشن، ده اكبر كونفرنس واللي بينشر فيه ده بيبقى ألمانيا جدا، ده لا مش ألمانيا كمان على العالم. والمنتدى اكبر منه، فانا كان بالنسبه لي كنا بنقول احنا لما قال اكبر كان منه من حيث ايه دكتور الحضور يعني احنا المنتدى اظن بيوصل يعني قبل الكورونا كان 8000 مشترك، احنا الكونفرنس بتاعنا لما كان بيجيب 4000 بنقول احنا السنه دي اكتر عدد، فطبعا التنظيم بيوري قد ايه احنا نقدر ننظم حاجه كبيره. كمان الاختلاف الثقافات والناس جايه من كل حته، المؤتمر غصب عننا عشان هو تكنولوجيا فهو بيبقى امريكا واوروبا معظمهم صحيح، اسيا شويه، الاشتراك الافريقي مش اكتر حاجه للاسف، بس الواحد جه هنا هي العكس، انه لا في وجود عربي وافريقي قوي جدا وفي وجود اوروبي وامريكي واسيوي، فتحس انه هو احنا جبنا كل حاجه صحيح. فعشان كده لما قلت له لا احنا محتاجين نتكلم، احنا كنا فاكرين احنا من كونفرنس كبير، احنا مش حاجه ده كويس طبعا. طيب رساله منك بقى دكتوره اخيرا، يعني رساله منك للشباب اللي لسه عندهم طاقه سلبيه، يشوفوا يتكلموا مع الناس يعني قلتي في البدايه ان اهم حاجه ان الاحباط ما كانش موجود، ده حقيقي، فلسه برضو اكيد في شباب في مصر عندهم احباط، فعايزين رساله منك تقول لهم ايه؟ ان يكون في شويه ثقه وفعلا مش كلام اعلام، انا عارفه ان احنا على التلفزيون المصري بس هو مش كلام اعلام، فعلا هو جربوا وجربوا يتوصلوا صوتكم، وساعتها لو صوتكم ما وصلش يبقى ساعتها ليكوا حق في الاحباط، بس انا باكد انه لا صوتكم هيتسمع، ولو في فعلا توصيه هتفيد الناس وهتفيد البلد وهتفيد الدنيا كلها هتتطبق، ومنهم منتدى الشباب ده اكبر مثال انه ده كان توصيه صحيح وهو شغال ومش ما اتعملش مره، كان مؤتمر الوطني للشباب في 2017 في الاسماعيليه مظبوط، وهو شغال وما اتعملش مره وسكته، اتعمل مره واثنين وثلاثه واربعه، حتى وقت التحديات زي دلوقتي وقت الكورونا هما برضو الناس عرفوا يعملوه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. ميرسي دكتوره يمنى علي، استاذ في الكليه الحربيه الالمانيه في ميونخ، شكرا جزيلا ليكي. شكرا يا فندم، ميرسي. نشكرك يا دكتور، ميرسي.